التركيبة السكانية في الكويت هي القضية الأكثر تداولاً في الألسن وتناولاً في الإعلام في الفترة الأخيرة. خصصت لها جلسة خاصة فلم تنعقد. المواطنون قرابة ثلث الوافدين، فهل هذا خطر حقيقي؟ أم هي النسبة الطبيعية لدولة غنية لا يزاول فيها المواطن سوى وظائف محددة؟ هل مشاكل البطالة وارتفاع معدل الجريمة والازدحام المروري وغيرها متمخضة من تلك التركيبة؟ هل هي مشكلة وليدة اللحظة أم هي نتيجة تراكمات عمل السنين؟ العمالة السائبة وتجارها، كيف هو السبيل لحل هذه المعضلة؟ هناك من يراها مشكلة تستوجب الحل السريع، وهناك من يراها طبيعية لدولة تتطلع لأن تكون مركزاً مالياً وتجارياً. من هو المسؤول الحقيقي عن ذلك وكيف تتم محاسبته؟ هل نحن بحاجة لقانون ينظم التركيبة السكانية؟ هي جملة من التساؤلات المستحقة وأكثر نطرحها اليوم حين نفتح باب النقاش حول ملف التركيبة السكانية مع محمد السداني، فأهلا بكم. منذ أكثر من 4 سنوات دقت الحكومة الكويتية ناقوس تعديل التركيبة السكانية، ووضعت القطار على سكة المعالجة الصحيحة بتشكيل اللجنة العليا لمعالجة الخلل السكاني. تعاني التركيبة السكانية وسوق العمل من اختلالات عدة تمثل تحديا رئيسيا للتنمية، ومن أهم مظاهر هذه الاختلالات هو الانخفاض في نسبة السكان الكويتيين إلى إجمالي السكان، حيث أظهرت إحصائية الإدارة العامة للإحصاء لعام 2016 أن نسبة 30% من السكان مواطنون و70% وافدون. وكشفت الإدارة المركزية للإحصاء في تقريرها الربع سنوي عن ارتفاع عدد العمالة الكويتية من 339 ألفا إلى 352 ألفا بزيادة نسبة الإناث بمعدل 4.8% عن زيادة نسبة الذكور بنسبة 2.2%، ولفتت إلى ارتفاع أعداد العمالة غير الكويتية من 1,436,000 إلى 1,627,000، محققة بذلك معدل نمو سنوي بلغ 13.3%. وقد توافقت مستهدفات الخطة بتحديد معدل نمو السكان الوافدين مساو لمعدل نمو السكان الكويتي بواقع 2.84% لسنة 2013، حيث سيؤتي ثماره إلى ثبات نسبة السكان الكويتيين عند 31.3% ويحافظ على الوضع الحالي للتركيبة السكانية. أطلقت الدولة رؤيتها من خلال إعلان ضرورة تعديل التركيبة وإعادة التوازن السكاني واعتماد نظام الكوتا وحث الجهات المختلفة على تنفيذ توصيات اللجان العليا لمعالجة التركيبة السكانية عبر إجراءات تنظم تدفق العمالة إلى الكويت وفق احتياجات سوق العمل، وإغلاق منافذ تسرب العمالة دون حاجة فعلية لها، لا سيما أن الإحصاء سجلت فرقا بين الإحصاء السجلي والإحصاء المدني للعمالة في العديد من القطاعات وخاصة القطاع الزراعي والعقود الحكومية والمقاولات. ضيوفنا في هذا اللقاء أستاذ الفلسفة في قسم الفلسفة في كلية الآداب جامعة الكويت الدكتورة شيخ الجاسم، أهلا بك، والأستاذ عبدالله المطوطح مدير عام الهيئة العامة للقوة العاملة بالوكالة، أهلا بك أستاذ عبدالله، ومعنا الأستاذ عذراء الرفاعي محامية وكاتبة في جريدة القبس، والدكتور عايد المناع أكاديمي وباحث سياسي، أهلا بكم جميعا. أبدأ مع الأستاذ عبد الله المطوطح وأنت المعني بالأمر، يعني هل الآن نحن نعيش حرب على الوافدين أم نحن أمام مشكلة واقعية نواجهها في المجتمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية أمسي عليكم الخير أخوي محمد والأخوة الضيوف والسادة المشاهدين. بالنسبة لموضوع العمالة الوافدة والتركيبة السكانية، طبعا هي مشكلة أزلية أو أن يعني سبب تراكمات قديمة موجودة من القدم.
احنا بالهيئة العامة للقوى العاملة بصدور قانون 109 سنة 2013 اللي اعطى الهيئة العامة لها الحق الاشراف على العاملين في القطاع النفطي اللي هو رقم 28 سنة 69 والقطاع اللي هو الاهلي رقم 6 2010. من هذا المنطلق احنا مارسنا دورنا من ناحية الرقابة على سوق العمل والعمل على ضبط السوق والحرص على دخول العمالة صاحبة الاختصاص او العمالة الماهرة. طبعا احنا عشان نتكلم عن مشكلة او حل هذه المشكلة وهو ما يكون من جهة واحدة او وزارة واحدة، والمشكلة هذه او هذه او الخلل في التركيبة السكانية يتطلب عمل اغلب من جهة حكومية او اغلب من وزارة ذات علاقة بالصلة هذه. احنا قمنا في اجراءات عديدة في معالجة هذه المشكلة او الحد منها. طبعا طلعنا بعض القرارات، قرار ينظم انتقال الأيدي العاملة. فكان في السابق عندنا انتقال الأيدي العاملة مفتوح بين كل القطاعات أو كل الشرائح. صدر القرار رقم 842 اللي قصر التحويل على بعض الأنشطة. يعني احنا في السابق كانت العمالة اللي تستخدم على عقد حكومي تنتقل إلى أي قطاع ثاني أو أي نشاط ثاني بعد مرور سنة بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية. والآن الآن لا، قصرنا هذا التحويل على نفس النشاط، يعني اللي يستخدم بتصريح على مشروع حكومي هو ملزم انه ينتقل على نفس المشروع او يغادر. يعني استاذ احنا امام مشكله واقعيه وانتم في صدد احنا حل هذه المشكله. احنا عشان انا اشرح لك او عشان تعالج مشكله انت لازم تعرف اول شيء تشخص الحاله وعرفت وين المشكله يبدا العلاج. نعم. احنا في السابق من 2007 الى 2015 كانت التصاريح موقوفه، فكانت التصاريح فقط مسموحة لبعض الأنشطة اللي هي قلت لك القطاعات الماهرة، لا العقود الحكومية كان مسموح لهم في تصاريح، والقطاع الزراعي كان مسموح لهم بتصاريح، وفي عندنا 19 نشاط كان مسموح لهم عن طريق لجنة في الإدارة. باقي الأنشطة الثانية ما كان لهم تصاريح، فكانت كل العمالة اللي تستخدم بتصريح على عقد حكومي أو على مزرعة كانت بعد سنة تنتقل الى فاحنا عرفنا وين مواقع الخلل. نعم. فصدرنا القرارات اللي تنظم تحد من المشكله. هي طبعا مشكله مؤقته او العفو الحل مؤقت، لكن في اجراءات ثانيه احنا الحين قمنا فيها. نعم. هذه هي مستقبل ان شاء الله راح تقضي على هذه. ممتاز ان شاء الله. دكتوره شيخه، يعني ما المانع ان تضم الكويت هذه الاعداد المليونيه من الوافدين مع وجود قوانين تنظم وجودهم؟ هذا هو السؤال، ما المانع؟ يعني أنا لما شفت المقدمة مالت البرنامج يقول أن أعداد الوافدين 3 أضعاف المواطنين. نعم. لنفترض أن صاروا 4 أضعاف 6 أضعاف، شو المشكلة؟ لاحظ أن المشكلة صدرت يعني أو مثل ما نقول الشكاوى يعني ظهرت من بعض المواطنين لسبب أنهم مثلا لما بيروحون المستشفى ما يلاقون سرير فاضي ويلاقون الكثير من الوافدين، أو مثلا أنهم بالشارع يلتفت حواليه بالزحمة ويلاقي أنه محاط بسيارات الوافدين. فالإشكالية مو بعدد الوافدين، الإشكالية بالخدمات اللي توفرها الدولة. الدولة مو قاعدة توفر خدمات تكفي لهذا العدد من المواطنين والوافدين. طيب الدولة يعني مش مسؤولة انها تقدم هذا العدد الكبير من الخدمات لأناس على عمالة هامشية، أناس أتوا إلى الكويت بطريقة غير قانونية، أناس يعتبرون عمالة سائبة في البلد. أنا أعتقد هي مسؤولية الدولة أولا وأخيرا. شلون الدولة مو مسؤولة؟ يدخلون بتصاريح من الدولة، وإذا هم مخالفين الدولة المفروض أنها ما تدخلهم. إذا في إشكالية في دخولهم، إذا في إشكالية في إقاماتهم، هاي كلها مسؤولية الدولة. يعني حتى أن هي توسعة الشوارع، حتى أن تنظيم المرور، حتى أنهم يعني يسرعون ويحملون جامعة الكويت من المناطق السكنية ويحطونها منطقة بعيدة، يعني كل هذه مسؤولية الدولة. ممتاز. حتى توفير المستشفيات بالعكس، يعني حتى الأصوات اللي يعني تظهر مؤخرا مثلا نبي نخصص مستشفى بس حق المواطنين، أو مثلا اليوم واحد مثلا قريت أنه هو مقدم شكوى أن المفروض الوافدين ما يسوقون سيارات، ما نعطيهم لياسن. يعني هذه يعني حلول ترقيعية ويعني طيب أشياء الحل مؤلمة. أن الدولة توفر خدمات حتى لو كانت هذه العمالة عمالة هامشية وعمالة سائبة. لا، هامشية وسائبة هذا تقصير من مراقبة الدولة. في الأول والأخير هي مشكلة الدولة. ممتاز. إذا في هامشية أو سائبة
بس مشكلة الدولة، ولكن أيضا مسؤولية الدولة أن هي توفر توسع الـ 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 يعني المرافق نعم. الحكومية هذه كلها. نعم دكتور عايد، ما رأيك في هذا الكلام؟ أولا شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة. أيضا سعيد الحقيقة بأن يكون معنا أخونا الأستاذ عبد الله مطوطح، كون أيضا مثل جانب المسؤول، كلام شيخة جميل الحقيقة دكتورة شيخة عذرا. الموضوع الحقيقة لا أكثر من بعد يا أخي، اليوم أنت تتكلم عن 68 أو أكثر شوية من مواطنين غير مواطنين، يعني ناس من دول أخرى، في جوانب ثقافية قد يكون لها تأثير، وأنا شخصيا أعتقد أنه محدود جدا الحقيقة هذا الجانب. في جوانب اجتماعية، الناس هؤلاء الحقيقة معظمهم يأتون من مجتمعات متخلفة، يعني تعليميا وثقافيا وإلى آخره. مجتمعات متخلفة؟ تعليمية. يعني من بيأتيك عمالة خاصة العمل المنزلي، يعني بيأتيك يعني متعلمين أو مثقفين وإلى آخره، هذا موضوع آخر الحقيقة. الجانب الحقيقة المهم هو أنه نحن المسؤولين عن وجود هؤلاء، ليس فقط الدولة، نحن كمجتمع أيضا. من الذي يأتي بهذه العمالة؟ أليس مواطنون كويتيون؟ في مقولة تنسب للشيخ عبد الله السالم، ما أدري عن صحتها، كان يقول يا أخي أنتم تقولون عمالة أجنبية وعمالة، هذا الحكي قديم ترى بستينيات، من اللي جابهم؟ أنتم المواطنين تطلبونهم ويجوا لشركاتكم لبيوتكم إلى آخره. طيب شو المشكلة دكتور، يعني يكونون 80% من المجتمع؟ يكونون 80%، يكونون 90%، هذا موضوع له وجهة نظر أخرى ممكن مناقشته. نعم. دائما المجتمعات الحقيقة الأغلب أنه يكون مواطنينها هم الذين يكونون لهم الدور الأكبر في تنميتها وتطويرها. إحنا مجتمع ثري، يعني أنت الحين لو رجعت لما قبل النفط لما وجدت يمكن ربع هذه العمالة اللي موجودة الآن، ما وجدتها الحقيقة. نعم. ويأتون من بلدان قريبة، يعني يقدرون يوصلون فيها مشي يمكن، شايف، أو عبر البحر أو إلى آخره. اليوم الحقيقة بعد النفط وبعد الثروة بدأت هذه الإشكالية الاجتماعية، أنه فيه أسر ثرية فصارت تستخدم العاملين في بيوتها. أنا هنا أتكلم فقط عن العمالة المنزلية. أوكي، هذه العمالة المنزلية في سبعينيات القرن الماضي بدأ أيضا غير الأثرياء الموظفين أيضا يستجلبون عمالة أيضا تعمل في بيوتهم، وبدأت تكبر العملية. لم يعد هناك يمكن بيت في الكويت، قد يكون حالة فردية، لكن باعتقادي لم يعد فيه بيت في الكويت لا يوجد فيه خادمة على الأقل وسائق على الأقل. يعني هذه أصبحت ظاهرة اليوم، يعني كأنها نوع من البرستيج الاجتماعي. فإذا نحن مسؤولين أيضا عن هذا الجانب، هذا وحدة. الشيء الثاني أن المرأة دخلت سوق العمل، وبالتالي يعني أصبح هناك حاجة إلى أن يكون هناك من يقوم بمهمتها في بيتها. يمكن أصبحت اليوم ما تكتفي بخادمة واحدة، تبي أكثر من خادمة عشان تقوم بالكثير من الأمور. الحقيقة القضية أيضا أنت أمام إشكالية كبيرة، أنه هذه العمالة المتدفقة، أنت اليوم تحكينا عن هذه العمالة المنزلية، هناك عمالة أخرى، يعني من يقوم بهذه الأعمال اللي تشوفها الآن؟ نحن خلينا نقول إحنا بالشويخ، خل نذهب فقط إلى الجراجات اللي عندنا والمحلات اللي تبيع قطع غيار، خل نشوف كم كويتي يشتغل فيها، ما راح تجد، بل يكاد يعني ينعدم إنه ينوجد فيها مواطنون يعملون في هذه الأماكن. ليش تروح شويخ يعني قدامك بالاستديو أو بأي مكان؟ يعني بالاستديو الفنيين كلهم أسهل يعني. عمالة يعني. لا لا، إن لما تروح أنت للشويخ الحقيقة كل الناس تروح للشويخ، بس بالاستديو أنت اللي متحكم فيه وكم واحد هني. شايف؟ فالقضية الحقيقة إن أنت تجد إن أيضا التنمية والمشاريع والشوارع والتعليم والطب وإلى آخره استدعى جلب عمالة الحقيقة من الخارج. طيب يعني جوهر أيضا إحنا جوهر الموضوع أنه إحنا أيضا عندنا فشل ذريع في مجال التعليم. يعني الستاف الطبي، هل وجدت كويتيين وكويتيات يقومون محل العمالة الوافدة؟ هذا بعد مو عمل يدوي مرهق ومتعب ومزعج وإلى آخره، ولا هو يعني شيء. يعني هذه الإشكالية، وين الكويتيين؟ التعليم،
تعليم يعني نسبيا نسبة يمكن متعادلة أو أكثر الوافدين شوية يعني. طيب خدمات أخرى يعني يا رجل تروح الوزارات تلقى فيها مثلا بالعدل بغيرها إلى آخره عمالة وافدة الحقيقة، مع أنه الكويتيش كثر يتعلمون وإلى طيب لذلك بس أقول أنه العلة ازدواجية، علة من جانب الحكومة وضوابطها، وخاصة القصة التجارة تجار الإقامات. بنجيها خلينا بس بنجيها لهذه التجارة يعني الإقامات. أنت العملية فقط أقول أنه أنا بدون أدخل في هالموضوع أنه إحنا قبل الغزو كانت العمالة عندنا نسبة يمكن 58% صح؟ اليوم طفح الميزان وصار 68 أو أكثر. لذلك القضية كبيرة ترى وكبيرة جدا، وينبغي مناقشتها من جانب أخلاقي حتى يعني من جانب إنساني، لأنه إذا إحنا قابلين في وجودهم لابد وأن نوفر لهم كل ما يحتاجون. نعم نعم سادة عذراء، يعني كما تفضل دكتور عايد، يعني هناك عمالة لا أو أعمال لا يقوم فيها المواطن وتستلزم استجلاب أشخاص من الخارج، هل من يطالب برحيل الوافدين من البلد يستطيع أن يحل محلهم في كل الأعمال التي يقومون بها؟ طبعا أنت أول شيء بداية يعني أرحب فيكم وأشكر قناة المجلس وكذلك باب النقاش وحضرتك على استقبالنا في موضوع مهم جدا وطرح موضوع العمالة الوافدة أو الوافدين بصورة عامة. نعم. طبعا إحنا إذا بنتكلم عن التركيبة السكانية في دولة الكويت من 2011 حتى 2015 صار عندنا طفرة في أعداد العمالة الوافدة اللي موجودة داخل الكويت بشتى أنواعها، سواء كانت العمالة المنزلية أو كانت العمالة اللي تعمل خارج أو حتى الالتحاق بعائد. نعم. فصار عندنا الطفرة من 2011 ل 2015 نسبة كبيرة جدا، يعني إحنا في 2011 آخر إحصائية كانت 2,000,000، الحين صاروا 3,000,000 وأعتقد 3,900,000 عفوا 3,800,000 فمعناها أن في طفرة كبيرة جدا في عدد الوافدين في ظل القوانين الحكومية اللي تضيق عليها. فإحنا خلينا بس إحنا يعني نشهد الحوادث اللي حوالينا الحين. سبب الزيادة لعدة أسباب، أول شيء الأوضاع السياسية للبلدان العربية الأخرى جعلت الكويت محل استقطاب لأنها دولة آمنة ودولة غنية، فكانت محل أنظار من قبل مجموعة من الدول التي تخللت أو تزعزعت أمنيا من داخلها، فكانت محل استقطاب فأدى إلى زيادة. وكذلك سبل المعيشة عندنا في دولة الكويت تؤدي إلى أن تزيد عندنا عدد الوافدين. إحنا في دولة الكويت ما شاء الله معيشتنا جدا بسيطة للدول الأخرى، ما عندنا يعني أي فقير ينام جائع في دولة الكويت، أعمالنا الخيرية داخل الكويت وخارج الكويت، فدولة الكويت مطمع لكثير من الناس التي تسعى أن تعمل داخلها. طيب أنا بس بعرف الكويت ليش مطمع، ولكن بعد الفاصل. فاصل مشاهدينا ونواصل. أستاذ عذراء، توقفنا في قبل الفاصل أن الكويت مطمع للوافدين، كيف هي الكويت مطمع للوافدين؟ طبعا إذا إحنا نشهد القنوات التلفزيونية وبعض البرامج التواصل كان يبعث لنا في بعض المحطات تقول أنا لو عايز أعمل أو أنا لو عايز يعني أشتغل أشتغل في الكويت. ليش؟ لأن هي أقوى عملة بالنسبة لهم لتحويلاتهم، وكذلك بالنسبة للمعيشة هنا في دولة الكويت الأجارات مناسبة، المأكل مناسب، ما عندنا عامل يعني أو وافد ينام جوعان، إحنا عندنا المآدب ما شاء الله في شهر رمضان وغير رمضان، كذلك عندنا اللجان الخيرية، عندنا بيت الزكاة، عندنا وايد أشياء تجعل الكويت مطمع لأن أي شخص يعمل فيها، فلذلك نجدهم هنا في دولة الكويت بكثرة. هذا اللي خلانا سوالنا التركيبة من 2011 ل 2015 سوى عندنا طفرة في العدد، فزاد عندنا من 2,000,000 إلى 3,800,000 أو يمكن أقل، فزاد عندنا هذا العدد. السبب الخلل في التركيبة السكانية، هذا يسبب مشكلة، سبب لنا خلل في التركيبة السكانية، عدم وجود توازن ما بين عدد المواطنين وعدد الوافدين، فأدى إلى سياسة شنو؟ إلى سياسة استبدال المواطن بالوافد لأن راتبه أقل وخدمته أكثر وما انتاجيته اكثر. احنا بغض النظر عن الانتاجيه، لا انتاجيته هل هي اقل ولا اكثر؟ مو كلهم انتاجيتهم 100%، في منهم ما عندهم انتاجيه ومنهم ما يستقلون حق هذه الاعمال. انزين الراتب اقل، وجوده اكثر في العمل، انت تقدر تامر عليه، الكويتي ما تقدر تامر عليه، فوجوده مريح بالنسبه لي. وكذلك المواطنين بدوا يتقاعسون عن بعض الاعمال، فافتحوا المجال للوافدين انهم يعملون هذه الاعمال. احنا ما عندنا تشجيع في موضوع ان المواطن الكويتي يعمل في بعض الحرف المهنيه،
دائماً في هذه الحاضنة الصناعية الحين في شويخ وفي أماكن كثيرة الدولة تعطيهم تخلي صحيح. لكن أنت هل سمعت أن كويتي يعمل كهربائي؟ هو مشكلته أنه ما يعمل، أو أنك أنت تعمل أنه نجار أو حتى معنى هذه مهن سابقة، لا مهن محتاجة لها كل احترام وتقدير يعني إيه، لكن الدولة وفرت لهم أنه يكون نجار، التعليم الموازي نجار وحداد وصباغ وكل هالمهن، لكن هو ما يتجه لها. فالدولة هذا سبب، هذا سبب قاعد اقول لك، سبب من الاسباب اللي خلت الوافد يكون له دور مهم عندنا. نعم. في بعض المهن. نعم. هذا اللي ادى الى وجود خلل في التركيبه السكانيه. لكن هم نرجع ونقول ان التركيبه السكانيه مع وجود الوافدين واحترامنا لهم هنا في دوله الكويت ووجودهم قايه في بعض المهن، لكن في بعض المهن نجدها لا، مثل احنا مثل القانونيين، احنا عندنا نسبه كبيره من القانونيين وخريجين الحقوق، وعندنا منهم يعني وبسببها قام وزير التربية بإقلاق البعثات الخارجية واستقبال أي شهادة من خارج دولة الكويت. هل هذا قرار صحيح؟ وهذا قرار مخالف وصدر فيه حكم. نعم. لكن أنت عندك نسبة كبيرة جدا من عدد القانونيين، أجيب عمالة وافدة من دول أخرى وسوي عقود قانونية في وزارات الدولة، وأنت عندك نسبة كبيرة تقدر تستفيد منها وخبرات. يعني مو عندنا أشخاص ما عندهم خبرات، لا عندهم خبرات وشهادات وعندهم عمل وأثبتوا وجودهم. فهذا الشيء اللي سبب لنا إحنا خلل في التركيبة السكانية مع وجود العمالة الهامشية، العمالة الهامشية اللي تسبب لنا الجرائم داخل الكويت. يعني إحنا نشوف سبب زيادة والمضبوطات اللي تحصل، الكوكايين والمخدرات والمؤثرات العقلية كلها من وين قاعدتي تدخل علينا؟ من وين؟ من عدد العمالة الهامشية اللي قاعد تدخل عندنا في دولة الكويت، اللي ما لها وجود أصلا، حتى وجودها خطأ لأن هي ما لها دور في العمل، مجرد تسيب عمل صناعة الخمور، بيع الأمور هذه، كذلك تي حق مواضيع الأخرى من السرقات. نعم. من قضايا الجنسية، الأمور الهتك العرف، فهذه الأمور يعني ترتبت عليها عندنا جرائم كثيرة، عددهم في السجون كلف على الدولة الكثير في عددهم في السجون. يعني لو نعمل إحصائية نجد عدد الوافدين في السجون أكثر من عدد الكويتيين حتى في السجون بعد، حتى في السجون حتى في السجون موجودين. طيب أنا بي عند أستاذ عبد الله مطوطح، فالأستاذ عذراء تقول يعني من سنة إلى يعني من السنة الفلانية إلى السنة الفلانية زادوا مليون، يعني مع القيود اللي أنتم حطيتوها لتقليل عدد الوافدين زادوا مليون. إي بس العفو، هني لازم نوضح نقطة، أن المليون مو كلهم قطاع خاص. هم في عندهم جزء منهم عمالة منزلية، في جزء منهم قطاع حكومي، في جزء منهم التحاق بعائل. فهذه كلها تدخل من ضمن 3,800,000. احنا عندنا في القطاع الأهلي عندنا العمالة عددهم مليون ونص تقريبا. كم يعني نسبة الزيادة مع القيود التي وضعتوها؟ لا احنا القيود احنا قلت لك احنا بدينا فيها، من بدينا عملية ضبط سوق العمل. نعم. والاختلال في التركيبة السكانية من خلال هذه الإجراءات احنا بدينا في 2015. يعني بعض الإجراءات هذه راح تشوف انت بعد كم سنة راح تبدأ يعني الاستقرار في الأعداد، ما يبدأ بالزيادة. بعدها احنا عندنا في إجراءات راح يعني بدينا فيها الحين، راح ندخل نظام بريمافيرا، هذا النظام يختص في عمالة المشاريع الحكومية الإنشائية. يعني في السابق كانت العقود الحكومية الإنشائية كان يتم تقدير لكل عقد، يعني كان بعض العقود ممكن كان يقدر له 5,000 عامل 10,000 عامل، فكان يستخدم العمالة كلها دفعة واحدة. النظام هذا لا، راح يحدد دخول العمالة على فترات، ما تدخل كلها دفعة واحدة، فهني راح يكون عملية ضبط شوية واستقرار. تخلص الدفعة الأولى من المشروع إذا كان في البداية التأسيس، تغادى تدخل الدفعة الثانية، فهذا إن شاء الله إحنا. طيب 2035 في يحمل الرؤية هذه تحمل الكثير من المشاريع، يعني الدولة تتجه إلى تقليل عدد الوافدين وتتجه إلى وضع خطة لإنشاء مشاريع ضخمة وكبرى، وهالمشاريع تحتاج إلى آلاف العاملين. طيب يعني الحكومة شنو تبي بالضبط؟ لا شوف، الحكومة تبي تنمية، تبي بلد متقدم، عندنا مركز مالي واقتصادي، هذه طبعا رغبة صاحب السمو، فهذا كل حارس عليها. لكن في المقابل يعني احنا عندنا الحين عمالة العقود او المشروع الوقود البيئي، هذا يحتاج بحدود من 60,000 إلى 80,000 عامل راح يدخل، بس هذول كلهم راح يكونوا في مواقعهم، في الموقع نفسه راح يكون لهم التشويه، بس هم متواجدين يستخدمون المستشفيات، يستخدمون الكهرباء، هذول راح يكون لهم سكن خاص فيهم، يفترض ان لهم سكن خاص فيهم مستقل. لكن هني نرجع لنقطه ثانيه مثل ما قالت الاستاذ عذراء، انه يفترض هني يكون في رقابه حتى على او في، يعني انا وجهه نظر يكون زياده حتى في الرسوم الصحيه. شو المشكله زياده على الوافد؟ شو المشكله؟ طيب الحكومه تاخذ منها 50 دينار، لا هذا قليل،
مو عن قليل. يعني انت الحين 50 دينار كتأمين صحي، لكن انت لما تروح تعمل اشعه كم ياخذون عليك بالنسبه للعمل؟ هم يدفع 50 دينار ويدفع فلوس بعد، يعني يدفع مثلا 90 ولا 70. انت سالتها مساء ليش إيه؟ الكل يفكر انه يدخل الكويت ويشتغل إيه؟ في الكويت لسهوله يعني العيش في الكويت، ما فيه صعوبه حتى في المستوى الدخل او المعيشه، يعني بيقدر ياخذ الخدمات كلها يعني بيسر. كل الخدمات مقدمه ما في عليها صعوبه. بعض دول الخليج لا، لما تروح دول الخليج ما تقدر، الوافد ما يقدر يعيش. طيب ليش الحكومه ما تفرض على الشركات التي تستجلب او الوزارات التي تستجلب وافدين ان تؤمن عليهم تامين صحي وما تخليهم يتعالجون بالحكومه؟ هذا يحتاج، هذا اعتقد تشريع، ما يحتاج يعني ممكن قوانين من الهيئه. لا الهيئه ما تقدر تقول تامين صحي موجود، بس الهيئه ما تقدر تلزم. هذا لازم يدخل ضمن اجتماعات مع وزاره الصحه. نعم. لها توجه، لها وجهه نظر، لها دراسات. طب انتم كهيئه يعني عندكم مجال ان تطرحون مثل هذه الرؤى والقوانين؟ احنا نطرح في بعض الاجراءات اللي خاصه فينا، مثل احنا اجراءات الرسوم، احنا زدنا مثل رسوم. نعم. التصاريح خلينا 50 دينار، التحويل خلينا 50 دينار، التجديد صار 10 دنانير، بس احنا نتكلم الرسوم الخدماتيه اللي قاعد العامل يستفيد منها. لما يدش في الكويت هو يدفع كان في السابق 10 دنانير كتصريح عمل بس، ورسوم الاقامه ما تكلفه 50 دينار رسوم الاقامه مع التامين الصحي، لكن في المقابل قاعد ياخذ خدمات تعليم، صحه، ياخذ كهرباء، هذه كلها. طيب دكتور شيخ، زياده الرسوم على الوافدين وزياده الكوست المادي لبقائهم في الكويت، هل يعني هذا هو الحل بوجهة نظرك؟ أنا ما أدري إذا كانت زيادة الرسوم هذه راح تسوونها بنسبة وتناسب مع رواتبهم ولا لا. يعني الوافدين اللي رواتبهم على 100 و200 و300 و400 يلا يأجر ويلا يوكل عياله ويوديهم بعد مدارس خاصة لأنه ما ندخلهم مدارس حكومة، يعني هل هذا تأخذون عليه رسوم؟ كثر اللي معاشه 4000 و6000 دينار، أنا أعتقد هذه ما فيها عدالة. يعني ويعني أنا شخصيا علاقتي بالوافدين جدا جيدة، وهم أصدقائي ويعني وزملائي في العمل، ويعني علاقتي معهم فعلا زينة، وأشوف معيشتهم. فالناس اللي رواتبهم عالية مرتاحين ما عندهم مشكلة، يعني مثلا زملائي في الجامعة حتى يقدرون يدخلون عيالهم مدارس الحكومة. ولكن في لي بعض الأصدقاء الوافدين اللي رواتبهم قليلة محدودة، ومع هذا ما يقدرون حتى يدخلون عيالهم بالمدارس الحكومية. إيه؟ ولكن هل هم عالة على الكويت؟ لا، محتاجينهم كمدرسين ومدرسات، محتاجينهم حتى كمدرسين ومدرسات وأخصائيين في المدارس اللي لها احتياجات خاصة. هذيل ناس يعني ليسوا عمالة هامشية، ليسوا عبء على الدولة، بالعكس احنا نحتاجهم في كل شيء، يعني في حياتنا. من ايش اقول لك، يعني خلي العماله الحين اللي في بيوتنا، ولكن مؤسسات الدوله ولا الجامعات ولا المدارس. فيعني لازم نفكر فيها عدل. هل احنا نبي نزيد الرسوم على هذا الوافد علشان مثلا نكرهها بالكويت نطفشه، ما نخليها مطمع يعني مثل ما قالت استاذه عذراء، ولا احنا محتاجينهم فعلا ولازم نخلي الكويت تحتضنهم بنفس الوقت بعداله؟ يعني ما نخليها سايبه. يعني انا اعرف مثلا احد الاشخاص اللي كان يشتغل بالكويت وانتهى عقده او يعني تقاعد او ايا كان، يظل يدبر له واسطه انه هو يظل على اقامه احدى الشركات او المؤسسات، يطلع ديرته يقعد قبل الست اشهر بشويه ويرد، وعشان يرد يسوي الفحوصات الطبيه والقلب والاشعه مثل ما قالوا كل شيء بثمن. طيب يعني هذا داعي إنه يضيقون عليه الخناق؟ هذا داعي ان وزاره الداخليه تفتح زياده. لما الشخص هذا يدخل كل ستة اشهر من منافذ الكويت وتشوف انه هو اقامته على شركه بالكويت، بالله كل ستة اشهر شو يسوي بديرته؟ وين هذا هني انا ما اشوف الخلل ان احنا نحط زياده قوانين، بس يبي خلينا نطبق قوانيننا. يعني هناك خطر دكتوره، ولازم يصير في ربط ما بين وزارات الدوله. انت يعني معاي انه في خطر؟ في مو في خطر، احنا نشوف انه في تسيب. يعني اوكي الكويت زينه، الكويت مطمع، الكويت كذا، يعني احنا بالعكس ما نكرههم، حياهم الله ونبيهم، ويعني وما نستغني عن خدماتهم، لكن ما نخليها سايبه. الانسان اللي انتهى عقده وطلع هذا خلاص لازم وزارات الدوله كلها مرتبطه ببعضها، الكل عارف هذا وين، متى انتهى، تقاعد، شلون نجدد له، شلون يطلع برا الكويت يعني ويرجع مره ثانيه. تطبيق قوانين، تطبيق قوانين وبس. ممتاز. هذا اللي انا اشوفه. ممتاز دكتوره. دكتور ايد، كيف ترى انتاجيه الوافد في الكويت؟
خلنا من العمالة المنزلية ما نبيهم. كوافدين في الوزارات وفي الشركات الخاصة، كيف ترى انتاجيتهم؟ يعني أولا خليني الحقيقة أوضح بعض الأمور. يعني أتمنى أنه نحدد مفهوم العمالة الهامشية. نعم. أنا أعتقد لما نقول العمالة المنزلية مي هامشية يا أخي. لا. أنا باعتقادي العمالة الهامشية هي العمالة السائبة اللي توجد بالشوارع الحقيقة، وهذه هي مسؤولية الكفيل الكويتي سواء كان حكومة أو كان مواطن، هذا هو المسؤول الحقيقة عن هذه العمالة. وبالمناسبة ونقولها بكل وضوح، آلاف من العمالة الموجودة الحقيقة هي عمالة مجرد تدفع فلوس عشان تشتغل بالكويت. يعني هو كفيل، بس كفيل ياخذ مبلغ مادي ويقول الله يسهل عليك روح دور شغلك، يشتغل أي شغل أي شغل، هو يبحث عن شغله ويلقى شغل طبعا في 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 البلد في أمور كثيرة. لذلك هذه العمالة يعني بالرغم من أنها تسمى هامشية لأنه لا استغنى عنها، لو كان في استغنى عنها ما عاشت عندنا أصلا. يعني ما إلى متى يعني بيقعد هو بياخذ راتب؟ الكويت الحقيقة بدل ما نقول مطمع أنا أقول جذابة، لها جاذبية، وهذه حال كل الدول الغنية لها جاذبية. يعني كثيرين بالفعل لو حصل لهم ما يغادرون إلى بلدانهم، والآخرين لو حصل لهم كلهم يخلون بلدانهم يجون يشتغلون في البلدان الغنية لأن فيها الحقيقة وضع مادي مريح بالنسبة لهم، بالرغم من كل التضييق اللي يحصل لأن الحقيقة جاذبية كبيرة. أما مسألة الإنتاجية فأنا أقول لك بكل وضوح لولا هذه العمالة أنا أعتقد قعدنا الحقيقة في وضع صعب، يعني ما وجدنا أحد يصلح سياراتنا، ما وجدنا أحد يبيع لنا أغراض بالمحلات، ما وجدنا أحد بالمستشفيات يساعد، يعني أمور كثيرة الحقيقة. العمالة الوافدة لا غنى عنها على الإطلاق، لأن بصريح العبارة أنا أعتقد أنه عندنا علة كويتية، علة كويتية، الكويتيين ما يبون يشتغلون شغل يدوي أمانة. يعني أنا مستغرب حتى يعني مرات بتعريفات الوزارات وكذا يقول لك والله العمل اليدوي والذهني وإلى آخره يستثنى من بعض الأمور حسب القانون، قانون العمل. طيب العمل اليدوي اللي يتكلمون عنه هو كل العمل اللي يقوم فيه الإنسان. اليوم أنت في الكهرباء ببيتك أنت تصلحها، تروح تجيب لك واحد عمالة وافدة، مع أنه يمكن أنت تكون كهربتي، شايف؟ بس ما له خلق المواطن، ما له خلق ستلايت، ما له خلق الكل، يعني أشياء كثيرة للأسف الشديد لولا هذه العمالة الوافدة حقيقة لا لا لما وجدنا حد يشتغل. ولذلك لو ينسحبوا العمالة الوافدة أنا أعتقد يعني الرد على بعارينا اللي قيل بعد. طيب السادة عذراء، يعني مع كلام الدكتور عايد يقول إنه يعني هم منتجين وانتاجيتهم جيدة ولولاهم لما عشنا هذه الحياة المرفهة، ايش رايك؟ والله انا ضد كلام الدكتور عايد. تفضلي. بالنسبة يعني شوف انا بقول من واقع خبرة لاني انا اشتغل في المحاكم فاشوف الاوضاع واشوف المشاكل، وكوني رئيسة لجنة الشكاوى في جمعية حقوق الانسان، فكذلك يعني انا عندي حصر لبعض المشاكل من قبل الوافدين. الاخطاء الطبية المستشفيات اللي قاعد نعاني فيها من سبب سوء معاملة بعض الأطباء من الوافدين للمواطنين وحتى للأجانب، تفضيلهم لجنسيات معينة وإدخالهم قبل الكويتي، وكان هذا يسبب لنا استياء داخل كل المستشفيات الحكومة وحتى وزارات ومراجعات. أنا من الناس أعاني من مرض في العصب، كنت ألجأ حق دكتور من إحدى الجنسيات أعطاني دواء صرع، وهذا مو تخصص إنه يعطيني دواء صرع، أعطاني دواء صرع بالخطأ. هل أعطاك إياه لأنه هو وافد؟ زين؟ لا، لانه هو الشخص اللي موجود وحتى اختياره انزين ووجوده مو صحيح. تدري انا رحت خذيت الدواء هذا ورحت حق الدكتوره الكويتيه وقعدت لها يا دكتوره هذا الدواء لي؟ شو تقول لي هذا مو لك، منو صرف لك اياه؟ قلت لها الدكتور فلان. شو تقول لي؟ لا هذا خطا، انت تقدرين توهقينه الحين وتقطعين عيشه على اللي سواه معك. انزين يعني معناها في وجود بعض الاماكن احنا ما نحتاجهم، التسيب اللي نشهده في بعض المؤسسات الحكوميه هم مو محتاجينها، كذلك وجودهم اذا احنا نقول وجودهم نعم في من بعض وجودهم نحترمه ونقول لهم يعطيكم العافيه لوجودكم، لكن هذا الوجود اللي موجود عندنا نسبه قليله جدا اللي احنا نحتاجهم داخل دوله الكويت. طيب انا ودي اقول لك شغله واحده، شلون تطلبين انتاجيه من 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 الوافد وهو ممكن أن يبعد إذا شوى صيخين كباب في على الواجهة؟ واحد،
شلون تطلبين منه إنتاجية وهو السكن اللي يسكن فيه غرفة ثلاثة باثنين غير آدمية؟ شلون تطلبين إنتاجية منه عادلة وهو بالمدرسة ما يقدر يدخل عياله مدارس حكومة، وإذا دخل عياله مدارس خاصة مدارس مستواها قليل وما يقدر يعلم عياله التعليم المناسب؟ في كل مكان هو ينظر له نظرة دونية. طيب هذه الدائرة الكبرى التي تدور مدار الوافد، كيف تبي من إنتاجية؟ خلي احنا انت الحين قلت ثلاث نقاط مهمة جدا. نعم. اذا كنا نقول اذا كان يبعد على سيخين من حقنا نحافظ على بيئتنا، لان احنا لما نطلع في شواطئنا الأسبوعية نشوف الهوايل من كتلة، يعني سوري للكلمة، من الزبال نشوفها المقطوطة الهامشية والحريق اللي يحدث من سبب بعض الإهمال من قبل بعض الناس اللي موجودة، واقبل اقلبهم الوافدين اللي يعملون هذه الامور. ويمكن احنا نحصرها، فمن حقنا ان احنا نحافظ على بيئتنا. مخالفة صحيح، لا لكن اعطيه مخالفة استاذ. حتى المخالفة اللي تمت ما قاعد احد يقدرها، فلذلك وضعت عقوبات صارمه على اساس انه يكون هناك احترام من قبلهم. دائما يقولوا يا قريب كن اديب، الا احنا في دوله الكويت ما قاعد اشوف الغريب اديب، احنا نكون اقرباء ادباء، لكن في دوله الكويت انا ما اشهد هذه النقطه. نيجي نتكلم عن موضوع المساكن، هو الذي يجبر نفسه في هذا الشيء انه يسكن في غرفه اثنين في ثلاثه على اساس يوفر من دخله ويرسل اغلب دخله خارج الكويت. هو من يقوم بخنق نفسه ويسكن في غرفه متر في متر مع صديق له بس ليوفر المبالغ ويقوم ارسالها لخارج الكويت. مثل ما قلت لك عملتنا احنا عملة كبيرة، يعني احنا عملتها ممتازة لكن الامارات استاذة انت محامية وعارفة، يبني عمارة الشقة خمسة بخمسة بخمسة والصالة شكبرها، فجأة بعد ما يتم البلدية تكشف على الموقع قسم الشقة وسواها ثلاث شقق. هذا الخلل راجع هذا المالك. المالك المالك إيه؟ مو بطبع الوافد. لا طبعا ما يستملك الوافد ولا كان احنا ملح. لا هو احنا مع وجود هذه الاخطاء اللي تحصل من قبل بعض الملاك الا انه هو في موافقه من قبل الوافد على تاجيرها. ما حد قال تعال اجر في هذه المناطق. احنا عندنا كثير من الوافدين ياجرون في مناطق سكنيه ويعيشون فيها، لكن في بعض العماله اللي تحاول ان توفر من راتبها حتى ترسلها خارج الكويت. ممتاز. احنا لنا بنتقول انتاجيه بلا في انتاجيه، تدري شلون الانتاجيه؟ انا لحظه بعرف والله انتاجيه شلون، بس بعد الفاصل. فاصل مشاهدينا ونواصل. استاذ اذرا وقفنا عند الانتاجيه، انتاجيه الوافد. طبعا احنا اذا بنتكلم عن موضوع الانتاجيه في نقطه معينه بس حق موضوع التعليم، على اساس ان احنا ننظم دوله الكويت في تقديم الخدمات والتبرعات للتعليم قبل الوافدين. عندنا جهات خيريه كثيره داخل الكويت تدفع للوافدين حق المدارس الخاصه وتدفع لهم هذه التعليم، فاحنا من دوله الكويت من الدول يعني صراحه المشكوره لها في الجهات الخيريه للتعليم الانتاجيه. احنا لو ما كانت عندنا انتاجيه ما كان تمسك الوافد في وجوده داخل الكويت وحتى اقامته داخل الكويت، لو كان مخالف للاقامه يتمسك حتى اخر يوم لان في انتاجيه وفي مربح مادي قاعد يعمل فيه. خالف الاقامه وكان عليه تقيب او كان عليه اي قضيه وخالف يقعد في دوله الكويت ليه ما يصيدونه؟ ليش؟ لان في انتاجيه، لو ما كانت في انتاجيه ما كان في مربح مادي. يقسل السياره ياخذ عليها فلوس، يشيل قرض من في اي مكان ياخذ عليها فلوس، يطق عليك يقول لك انا يعان انت تعطي فلوس، فاي انتاجيه؟ احنا نتكلم عن انتاجيه وهو قاعد يطلع الانتاجيه وربحان ماديا فيها. ني على صعيد الناس اللي متوظفه، في انتاجيه في العمل في قبل بعض الشركات، لكن تعال شوف الانتاجيه من قبل بعض انزين الاشخاص اللي يعملون داخل الجهات الحكوميه، فمنهم ما عنده انتاجيه، عنده مشاكل لهني لكن موجود. تحاسب الحكومه وترد ديرته. مش موجود لين الحين، لين الحين عنده مشاكل وموجود، عنده ليش نحمله سوء، ليش نحمله سوء تكاسله؟ الدوله انت موجود قاعد تستلم راتب، كان مفروض من يعني من اساسيات انك انت قاعد تستلم راتب تقدم الخدمات الصحيحه وفق الجهه اللي انت تعمل فيها، لكن احنا عندنا لا في كسل في بعض وجودهم في بعض الاماكن في بعض مؤسسات الدوله مفروض ما تكون موجوده، يكون ممتاز. في سياسه توطين مكان. ممتاز. استاذ عبد الله بعد كل هذا هل انتم يعني جادون في حل هذه القضيه؟ انت اول شيء انت ما عطتنا ما شاء الله هم اخذوا فرصه اكثر. يلا لا وياكم فرصه لكم اكبر. اللي على اليمين اخذوا فرصه اكثر. نعم. بالنسبه لنا طبعا احنا ما في شك يعني كل مواطن تهمه الكويت يكون جاد في الاجراء اللي بيقوم فيه. احنا جادين في الاجراءات، يعني حتى يمكن في بعض الاجراءات يمكن ما اخذت فرصه اني اتكلم عنها. فضل. احنا خلطنا حتى في مواد القانون، عندنا مادة 138 اللي يعني تخالف صاحب العمل اللي هو اللي خالف نص المادة 10 اللي تقول كل صاحب عمل يقوم
باستجلاب عمال من الخارج أو من الداخل ويعمد إلى عدم تشغيلهم يعاقب حسب نص المادة 138 بالسجن لمدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 2,000 إلى 5,000. هذه تجار الإقامات استاذ عبد الله، هذا احنا عدلنا عليه، طبقته على حد احنا نرفع الملف كله للإدارة العامة للتحقيقات. الإدارة العامة هي اللي تكيف القضية. لا يعني يتلكم مثلا شركات سكروا تراخيصها بسبب احنا اللي نسكر التراخيص، هذا امر ايه؟ انت امر اداري، هذا منتهي منه، احنا نبي العقوبة، نبي نبي توقيع العقوبة يتم عن طريق القضاء. انتم مو جهة منوطة في يعني بمثلا اعطاء غرامات او شيء؟ لا لا احنا غرامات بلا عندك، احنا نسجل مخالفة وترفع الى إدارة العامة للتحقيقات. يعني احنا الغرامات اللي احنا نقوم فيها اذا كان في مخالفة سواء بالسلامة المهنية، الغرامة من 100 إلى 200 دينار لكل شخص، لكل عامل. يعني تخيل إذا مشروع فيه 100 عامل عليك يعني المبلغ كم راح يكون؟ فهذه كل الغرامة تطلع بالإدارة من التحقيقات وثم القضاء، فينزع على صاحب العمل التنفيذ أمر التنفيذ بالغرامة. يعني عندكم ملفات لشركات وأفراد؟ إحنا أحلنا ملفات. لا أقصد مخالفاتكم. إيه عندكم في يعني موجودة ماضون في هذا العمل. إحنا هذا منتهي من المخالفات. إحنا الحين ماشيين في إجراءات ثانية. إحنا قاعدين نقول إن من يعني الأعمال اللي قاعد نشوفها هذه أعمال إحنا نسميها فائضة عن الحاجة. يعني في بعض في أي مكان بالضبط؟ إحنا نتكلم يعني إحنا يعني من خلال متابعتنا للإجراءات التحويل وعرفنا وين الأعمال من تطلع. مثل ما قلت في البداية كانت تطلع في العقود الحكومية، العقود الحكومية أكثر من نشاط، فيها ما يعني مشاريع إنشائية، فيها شركات حراسة، في شركات تنظيف، فهذه كانت فيها الأعداد الكبيرة. إحنا الحين راح نطبق إجراء إنه يكون نظام إلكتروني، يعني التكنولوجيا راح نطبق في عملية الحراسة. يعني بدل أنا أحط لي كل موقع أحط لي 50 عامل، أحط لي بس كاميرا واحدة وشخص واحد موجود يراقب الموقع كله، فبالتالي أنا استغلت عن أداة كبيرة. والنظافة؟ النظافة نفس الشيء. يعني أنت شوف أوروبا الحين في شركات تنظيف، شركات سيارة هي اللي تنظف بالشارع، بدل يكون إحنا هناك سيارة عليها 5 عمال، هناك سيارة شخص واحد اللي يسوقها. إحنا هني بالكويت عندنا جيش عمال نظافة يتحركون بالشارع. فهذه الإجراءات إحنا ماشيين فيها، نعمل التصور نرفع للجهات في الدولة. ملزم التصور؟ إن شاء الله إن شاء الله يكون ملزم. إن شاء الله يكون ملزم. إحنا نعمل التصور نرفع على الجهات المعنية. ممتاز. إن شاء الله. دكتورة شيخة، إيش رأيك بكلام الأستاذة عذراء؟ والله. بكل صراحة. إي يعني أنا صراحة يعني هو صعب التعميم، يعني ما يصير تقول والله أغلب الناس اللي مثلا يرمون المخلفات ويشوون ويسوون كذا هم الوافدين. يعني في الكثير من الوافدين الراقين جدا والنظاف جدا، وأيضا في مواطنين يعني سيئين فعلا، يعني يفتح ممكن الجامعة السيارة وقط لك الكلينكس ولا يعني التشيس ولا الصمونة القراطيس ولا قدامك يعني على أبوها كويتي وكيفي. فما نقدر نعمم، ما نقدر نقول إن الوافد سيء أو المواطن سيء، لا، في الجميع كل البشر فيهم الملتزمين وبالقوانين وفيهم الانضاف وفيهم اللي غير ملتزمين. فهذه يعني نقطة. النقطة الثانية بالنسبة للإنتاجية، يعني تكلمت عن الإنتاجية بالعمل، يعني أنا أشتغل في جهة تعتبر حكومية اللي هي جامعة الكويت، واحنا نشوف بالنسبه الحين اتكلم عن مو عن يعني الزملاء يعني الدكاتره وشيء، لا اتكلم عن الموظفين الاداريين مثلا. احنا نشوف ان الموظف الغير كويتي في اغلب المرات، ما يعني ما ابي ابخس حق يعني الموظفات كلهم اعزهم وكذا، ولكن الغير كويتي يلتزم بالحضور من الصبح الى نهايه الدوام، استئذان ما استئذان هذا بأقل شيء ممكن بالطوارئ فقط. أما تلاقي مثلا بعض الكويتيين أول شيء يشوفه هو شنو حقوقي، إيش كثر عندي ساعات استئذان بالشهر، إيش كثر أقدر أغيب، كم طبية أقدر أخذ، وكأن هذه يعني جزء من حقوقه، ما كأنها هذه الأشياء المفروض للطوارئ. فلما تشوف مثلا من اللي ممشي أمور الإدارات الحكومية، أغلبهم هم الأشخاص اللي مداومين من 8 للـ2، وهم في الغالب ما يكون الكويتي في الغالب. لكن أنا مع هذا أقول الكويتيين عيالنا، والكويت يعني مسؤولة إنها تحفز روح الإنتاج عند يعني الشعب. فإذا أنا عندي هذه الموظفة أو الموظف متكاسل، عيزان، ما له خلق، يبي ياخذ الاستئذان وكذا، أنا أعتقد هي مسؤولية جهات العمل إن نحفزهم على قيمة العمل، قيمة الإتقان.
يعني أنا أتذكر اسمها الأستاذة الوزيرة هند الصبيح لما صرحت عن إنتاجية العمالة غير الماهرة، لا تكلمت عن الكويتي وتكلموا عليها وضدها، قالت أن الكويتيين عمالة غير ماهرة. أي فأنا يعني أقول حتى لو في يعني قسم من الكويتيين عمالة غير وافرة غير ماهرة، المفروض أن الدولة توفر لهم الدورات، توفر لهم يعني أي نوع من المساعدة اللي تخليهم أكثر مهارة، تحفزهم تحاول تغير من الثقافة، بالنهاية هم الثروة البشرية حق الكويت. نعم دكتور عايد، تعتقد أن نحن نواجه ضغط سياسي لتعيين وافدين في البلد؟ يعني دائما يقولك يعني من الغزو ومثلا يجيبون عمالة مثلا من جمهورية مصر العربية، أو إحنا ندفع فاتورة الشيء الفلاني ونجيب، شو رأيك؟ يعني أولا أيضا مرة ثانية الحقيقة بعض الأمور يعني التعميم أيضا فيها غير موفق. مسألة مثلا الأخطاء الطبية، كثيرين يرتكبوا أخطاء طبية عندنا وعند الآخر. يعني أنا أقول التالي، أخطاء طبية، إساءة بالشارع، في شيء اسمه قانون يطبق على الناس. يعني لما أنت خالفت، ومثل ما قالت الدكتورة وقالت أيضا أستاذة عذراء، بتصرف معين رميت شيء، شو المشكلة أنه يكون هناك مواطن يسجل هذا الرقم ويسأل الآخر ويحرر له مخالفة مرة مرتين، ممكن تصعد المخالفة الحقيقة سواء على وافد أو على غير وافد، بس ما يصير تكون عقوبتي حقيقة لا تتناسب مع حجم الجرم. يعني هذه ما فيها عدالة الحقيقة إطلاقا. نعم. أنا أسأل أيضا الأستاذة عذراء، يعني أنتم كم ما شاء الله المحامين صاروا كثر الرزة الحين، يعني صاروا بقالات، ايش كثرهم ما شاء الله؟ أتحسدهم. لا لا أنت واحد منهم؟ لا. زين، يعني ايش كثرهم ما شاء الله؟ زين، ليش مو مستغنيين عن الوافدين؟ يعني مستشارينكم اللي يكتبوا لهم مذكرات، ترى اغلبكم اللي حقدر يكتبوا لهم المذكرات هم الوافدين. والله لو يروحون هذول يمكن يعني ما تلقون احد يكتب لكم. تحتاج اجابه من سبع. هذه تحتاج، لكن ايه اجمالا احنا نقول التالي، وجود هذه العماله هو لحاجتنا. نعم. وقد يكون لسوء الحقيقه تصرفنا، يعني شركات اللي تجيب الناس وتهدهم، والافراد اللي يجيبون الناس ويهدونهم مفترض يعاقبون. يا اخي ليش انت جايبه وهاده؟ انت ما يشتغل ولا ما يشتغل؟ بس خلصنا. انا الضغط السياسي. الضغط السياسي. لا لا دكتور عايد، انا باخذ الضغط السياسي ولكن بعد اجابه استاذ عذراء. طبعا ردا على الدكتور عايد في موضوع احنا كمكاتب محامين، صحيح احنا اعدادنا كبيره في يعني في جمعيه المحامين، وصلنا عدد فوق 5000، لكن من قال لك دكتور احنا ما سوينا تنظيم وسياسة توطين الكويتيين وتقليل من عدد الوافدين في مكاتبنا؟ كم مستشار عندك بالمكتب؟ وتشجيع كم مستشار اجنبي؟ يلا ما عندي غير واحد بس اجنبي، وانا واحد واحد. لا لا ما عليه شغل. من كم؟ احنا 4 كويتيين مع واحد من الجنسية المصرية والباقي بدون. انزين احنا نشجع في العمالة أن يكون من عندنا الموظفين يكونوا من فئة البدون، إخواننا البدون، لأن هذا تشجيعا لهم كمصدر أكيد. عمل وكذلك احنا قاعد نشجع بتقليل العمالة الوافدة داخل مكاتبنا، وهذه سياسة احنا عاملينها أغلب المحامين، وقاعد نسعى لتوطين داخل مكاتب المحاماة، وقاعدين في معهد الكويت للمحاماة ندرب المحامين في كتابة المذكرات وكتابة الصحف والسياقات القانونية، حتى يكون عندنا المحامي متكامل في مكتبه وفي الترافع في كل هذه الامور. تقدرون تستغنون نفس ما قال الدكتور عايد؟ إيه انا عادي انا استغنى. لا اقدر. لا انا بحكي عن الكثير، والكثير مكاتب المحاماه التي تملا الكويت. والكثير والكثير يقدر يستغنى. نشوف. طيب استنى انا برجع لك على موضوع، لا برجع لك على موضوع السياسه ولكن بعد الفاصل. فاصل مشاهدينا ونواصل. دكتور عايد، توقفنا عن موضوع الفاتوره السياسيه، هل هناك فاتوره سياسيه تدفعها الكويت لتوظيف الوافدين من دول عدة في المنطقة؟ أنا أعتقد أنها لا تخلو من هذا من الصحة، لكن خليني بس أقول أنه إحنا في الكم من الوافدين 68.3 تقريبا من جملة السكان، 62% من هذه العمالة من آسيا. آسيوية. زين 2.8 أعتقد من أفريقيا، 1.7
من أمريكا وأوروبا وإلى آخره. إذن يعني منين تجي؟ أنا الحقيقة الدول العربية اللي شاركت في حرب تحرير الكويت محدودة ومعروفة يعني يعني مثلا دول الخليج أكيد وهذه ما تحتاج أنها تبعث عمالة، مصر، سوريا، لبنان كموقف سياسي يعني هذه أيضا غير مصر وسوريا منو ممكن يعني الأردن الأردن لا الأردن كان من من اللي ما نعم ما لهم ضغط ما يحتاج في فترة زين لكن لهم عمالة لاحقا يعني الأردن كان متضرر يعني عمالته غادرت أو يعني بعدين استغني عنها. أنا أقول أنه نعم لا تخلو، وأنا الحقيقة يعني خلال فترة ما بعد التحرير وجدنا الحقيقة أنه فيه دول تضغط باتجاه أن يكون لشركاتها أو أيضا لعمالتها مكانة في الكويت، وهذا أمر طبيعي يا أخي، شو الغلط فيه؟ يعني أنت تضغط من أجل أن مواطنينك يشتغلون في بلد، يعني أنت وضعك الاقتصادي ما يسمح. أكيد الكويتي شنو ذنبي زين؟ ممتاز، أنت ككويتي تملك حقك بأنك تقول لا، تملك حقك بس اعترض يعني المستشفيات زحمه، المدارس زحمه، الشوارع زحمه، يعني هم حد حد غصبك؟ ويعني وديرتي لا لا ما في غصب، لا شوف غصب ما في ديرتي وين اروح؟ انا لا لا انا قصدي العماله اللي انت شاعر بانها ضاغطه صحيح يعني في هذا الجانب، ما حد يجبرك انك انت تستقبلها، يعني انت مفترض فيك وعندنا الحكومه مفترض فيك انك انت سواء كنت حكومة أو مواطن تطلب احتياجاتك اللي ما تحتاجهم، أنت مش مجبور فيهم. هالحين الخطوة التالية أنه والله في شركات تخلص ومع السلامة يروحون يقادرون، نفس ما قال هذا جزء من الحل، لكن عندك مشكلة أخرى اللي يستوردونهم الناس اللي الحقيقة يجيبونهم للشغل عندهم. شايف أنت أيضا لما تتكلم عن تجار الإقامات وتشوف أن هؤلاء الحقيقة يعني تحدث عنهم من التحرير إلى اليوم، طيب ما قضوا يبا ما خلص وضعهم عندنا هنا اسمها إدارة تفتيش العمل، هذه إدارة معنية بمتابعة عمل أصحاب الأعمال. نعم. فكل صاحب عمل يتم التفتيش ويتبين من خلال التفتيش أنه ما يزاول عمل يتم وقف ملف واتخاذ إجراءاته من ناحية إعداد الملف وإرسال إلى إدارة العمل التحقيقات لاتخاذ اللازم فيه وتطبيق كلهم تنظرون عليهم ابدا بدون استثناء. والله لا لا كن واقعي يعني واقعيه دكتور عبد الله. لا احنا بالنسبه لنا يعني كلامنا مثلا يعني يعني في شركات مثلا ما حد يقرب لها لا لا مستحيل الشركه مخالفه على كل مخالفه. شو رايك دكتور؟ والله ما ادري انا يا ريت اذا انا اثق بكلام اخي عبد الله لكن والله اشك فيه. انا اتمنى اذا الدكتور يعني حاضر عنده اسم شركه مخالفه وما تم تحرير بالعكس تحت الهواء بس لا حتى برا لا تحت الهواء ما اقول على الهواء لا خلي يقول انا ودينا النيابه هو يدري انه احنا يمكن ما نعرف حتى هذا لكن الناس تسمع المتداول. انت لما تسمع نتمنى انه هذا الكلام غير صحيح. لا لا يعني سهل الكلام يعني سهل اني انا ادعي بالكلام. عبد الله في شركات في 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 ناس تجار اقامات ولا ما في؟ هو مو تاجر اقامه. ها قولوا لنا لا لا هو بالقانون ما في شيء اسمه تاجر اقامه. اوكي. لا لا هو صاحب عمل. تاجر اقامه اللي كيفها القضاء، احنا ما نقدر نقول. طيب. هذا صاحب عمل او شخص مخالف لقانون الاقامه. زين. هالحين رحت للشويخ انت وتمشيت مثلا زين ولقيت عماله قاعده تدور شغل. هذه العمالة على كفالة من هو اللي قاعدة تدور شغل؟ أكيد على كفالة شخص أكيد أو شركة أو جهة. طيب في إدارة هذيلة 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 أنت مو مفترض أنك تأخذهم وتحطهم في مكان وتنادي اللي أحضرهم وتخالفه؟ عندنا لجنة إحنا مشكلة من هي لجنة رباعية يسمونها من أربع جهات حكومية، إحنا والداخلية والتجارة والبلدية. هذه اللجنة هي اجراءها او دورها انها تاخذ جولات ميدانيه، تروح للعماله تشوف العماله اللي موجوده في الشوارع او في بعض المناطق السكنيه او في بعض التجمعات، هذه يتم مخالفتها. مخالفه الكفيل؟ لا لا العماله طبعا يتم ضبطها وتحرير المخالفه ويتم وقف ملف صاحب العمل، والعماله هذه يعني يتم اتخاذ اللازم بابعادها مع الداخليه، يعني الداخليه معانا في اللجنه فعندهم باصات وقاعده تشيل من العماله هذه. يعني مو معقول الداخليه واللجنه الرباعيه هاي كلها متواطئه. فاذا انت عندك دكتور عندك اي بيانات بالعكس زودنا واحنا ابد ما تبي بيانات، تعال الصبح اقعد هني بشويخ وتشوفهم تلقاهم كل مكان. طيب طيب يعني هذه طيب ما تبي لا لا موجودين موجودين احنا ايه باكر نشوفك هني
لا تشوف اللجنه انا ما في اللجنه انت مالك علاقه باللجنه لا لا احنا انا مسؤولهم لكن هم يطلعون الداخليه وربعنا والعدل والتجاره والبلديه اربع يعني مو معقوله اربع جهات متواطئه مع الشركات اللي لا لا بس يعني متواطئ بس يمكن ترى في يعني يقول ناس ما ينقدر عليهم لا ممتاز ممتاز أنا طيب الحين ارد اقول اثبت لي يا دكتور اذا في لا انا ما اقدر اثبت لك انا قاعد اقول احنا ننظر اثبات دكتور عايد وجود الناس الليله بهذه الوضعيه يتطلب انه الناس اللي احضروهم يشغلونهم ما يشغلونهم يعيدونهم الى بلدهم يا اخي هذا اللي قاعد يصير هذا اللي يقول الاستاذ لا اللي قاعد يصير هذا اللي يقوله وان شاء الله قاعد يصير هذا انا اتمنى انت يعني اذا صار عندنا اي ضبط او اي جوله اتمنى الدكتور يجي ويانا حياه الله لك دعوه لك دعوه دكتور دكتوره شيخه يعني كمهتمه بحقوق الانسان هل تجدين ان يعني هذه الهجمه الشرسه وهذه القوانين المتعنتة مع الوافدين وزيادة رسوم وتسفير وتهجير وهالأمور هذه كلها هل تجدينها منطقية لمعالجة تركيبة سكانية ممكن أن تعالج بطرق أخرى؟ هو شوف إحنا عندنا بالكويت كل شيء هبة بما فيها الاهتمام بالمواضيع وإحنا الحين توا مجلس أمة جديد ووجوه جديدة فتبتدي الهبات الجديدة يعني. هبة إيه فيعني ولا يعني ترى مو بين ليلة وضحاها صار عندنا هالكثر وافدين العدد قاعد يزيد سنة ورا يعني شوي شوي يعني ولكن الاهتمام الفجأة وكأنهما يعني سبب الأزمات اللي احنا عايشين فيها الحين هذه يعني شيء مفتعل لمجلس الأمة الحالي وطبعا أعضاء مجلس الأمة لأنهم يحتاجون يرجعون مرة ثانية للمجلس عقب ما يخلص هذا لازم يسوي لهم يعني جو تعتقدين ان يعني هذا مثل برنامج انتخابي ممكن لا لكن هذا ما يعني انه هو ما في مشكله هو في مشكله فعلا هو عندنا زحمه وعندنا اشكاليه على المستشفيات وعندنا هذه الاشكاليات كلها ولكن يعني مناقشه هذا الموضوع كذي بشكل طارئ الواحد يتساءل ما الذي حصل واللي حصل انه فعلا عندنا اعضاء جدد في مجلس الامه وهذه المواضيع يعني تصلح تخدمهم يعني ممتاز بس عندي يعني فضلي. نقطة بالنسبة للسجال اللي صار بين دكتور عايد والأستاذ عبد الله يعني مثلا يعني أنا أتفق صراحة مع دكتور عايد يعني ياما ونسمع مثلا واحد تلاقي إقامته شنو خياط ليش رفيجة كويتي عنده مشغل إنزين وهو شنو حتى ما يعرف يشك خيط مبرة ما له علاقة بالخيط ما أدري عمالة سايبة يترزق الله يعني هذه اشكاليه هل فعلا مثل اللجنه اللي قال عنها الاستاذ عبد الله انها يعني تروح وفعلا تشوف وتفتش هذه الاشياء وين الشخص الفلاني وقاعد يشتغل ولا لا ما ادري ولكن نقطه بعد ثانيه ان خوفك ان حتى لو هاللجنه يعني راحت وفتشت وكذا من شيء بالكويت اسمه الواسطه هذه الواسطه ترى كارثه يعني كارثه وين واسطه الوافد لا سكين. لا 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 الحين علاقات إنسانية مع الجميع بعدين اللي هي مو الوافد نفسه وهو الكفيل اللي جايب هذا الوافد وهذا هي أنت لما بتخالف منه أنت بتخالف الكفيل نفسه عرفت شلون فهذه هي إحنا إشكاليتنا في تطبيق القوانين وبعدين في آفة الواسطة لو بس الوزارات تطبق قوانينها عدل وما في عندنا واسطة كان إحنا بخير نعم مشكور دكتورة مكملين معاكم عن موضوع الوافدين والتضخم أعدادهم والتركيبة السكانية ولكن بعد الفاصل مشاهدينا ونواصل أستاذ عذراء وقفنا بعد هذا السجال اللي حصل ونطلب ردش على بعض يعني التلميحات اللي من الدكتور ومن غيره طبعا يعني أنا احترم كل آرائهم وعندي يعني رد بسيط على هذا الموضوع أقول إحنا كمدافعين عن حقوق الإنسان ونتكلم عن بلسان الوافد ونقول أنه هو وجوده مهم وإحنا لازم ندافع عنه أنا بس أبي أوصلكم صورة بسبب الوافد الكويت يعني صنفت من أسوأ الدول لإقامة الوافدين الحين تدافعون عنهم وأنتوا تقولون وجودهم مهم وتقدمون لهم الخدمات وتعطونهم الامتيازات وجودهم هني قاعد يقيم يعني بصورة مربحة لهم هني وخارج الكويت وبسببهم تصنف الكويت ويسوء يعني وجه الكويت في المحافل الدولية بسببهم وتقول أن الكويت في وفق إحصائية أصدرتها مؤسسة انترناشونال إنزين أن الكويت أسوأ وجهات العالم لإقامة الوافدين من خلاهم أسوأ أهم
لا احنا لا مو احنا الوافدين اللي قاعد يطلعون ويتم اخذ اقوالهم ويتم التحقيق معاهم هم اللي خلوا الكويت بصوره سيئه جدا. نعم انزين وخلوا الكويت دوله غير ممتازه. هذا واحد. نعم. اثنين نتكلم عن الكويتيين. احنا لو نقول الكويتيين انزين اولا نشكر وزاره الداخليه مع وزاره الشؤون على موضوع ان هيئه القوى العامله بتوقيف يعني حاله اقامه زوجة المقيم الالتحاق بعائل الى وظيفه، لانها كانت هذه سياسه اجيب زوجتي او اجيب زوجي على الالتحاق بعائل واحولها. فاحنا نشكرهم لصدور هذا القرار من عندهم بايقاف هذه الحاله الا بعد مرور سنتين. يا استاذ عذراء انت عمر حقوق انسان، لو واحد يعيش بدون زوجته او واحد خلي ما يخالف التحاق بعائل ما نقول لا، بس ما يجيبها عشان يوظفها. يعني انا اجيبها التحاق بعائل وتقعد عندي في البيت وتدير بالها علي وعلى عيالي. نعم. لكن ما اي بقرض اني اوظفها، يعني اجيبها خلال شهر انا جايب لها وظيفه واحولها كوظيفه. احنا ما نمنع، بالعكس احنا نقول لهم يبوا عوائلكم داخل الكويت على اساس يكون الاقتصاد وصرف المبالغ داخل الكويت اكثر ولا يتم تحويل المبالغ. نحن نشكرهم بتسهيل الالتحاق بعائل في وزاره الداخليه. نيجي نقول على الموظفين الكويتيين، وزاره العدل، محاكم الاسره، مع ان المباني تعيسه جدا، مع ان الاماكن غير مؤهله، مع ذلك الموظفين الكويتيين داخل محاكم الاسره 99.5% من 100 وما شاء الله عليهم قائمين في العمل وقايمين في كل المجهودات ولا محتاجين اي ممتاز. ممتاز. وافد معاهم ممتاز. فاحنا ما نقدر نقول ان الكويتي غير منتج، لا الكويتي منتج اذا اعطيته فرصه في طيب. العمل طيب انا نص دقيقه لا نص دقيقه بعد كده. طيب خلاص اي انا عندي فيديوهات سنعرضها لكم ومن ثم ناخذ تعليقات الساده والسيدات معنا في الاستديو. الوباء الكبير المنتشر بالكويت اللي هو تجارة الإقامة، وهذا للأسف وباء هناك تجار يعني على مستوى عالي في هذا الأمر، لكن للأسف وأقولها بكل صراحة أن من توقف ملفاتهم في وزارة الشؤون أو في هيئة العمل هم من يعمل حقيقة، لكن من إعداد العمالة عند متضخم بآلاف العمال لا تستطيع وزيرة الشؤون أو هيئة العمل أن تقرب له، وإنما متروك للحبل على الغارب. اللي يفترض الحد من البطالة ومعالجة هذا الأمر خاصة لها أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية بالنسبة للكويتيين. أما بالنسبة للوافدين نقول من دخل الكويت معزز مكرم وفق القانون لهم احترامهم وتقديرهم الخاص، ولكن يجب محاربة تجار الإقامات والعمالة الوهمية لأن لها آثار سلبية على البلد سواء في الجرائم أو في أمور أخرى لكسر القانون. إجمالي عدد سكان الكويت 4,239,000، الكويتيين 1,307,000، نسبتنا 31% من إجمالي السكان. تدرون كم عاطل كويتي؟ 17,498. عدد الكويتيين داخل قوة العمل حكومي وغير حكومي 435,000 نسمة، 11,670 ومنهم متعطل عن العمل. أستاذ عبد الله النائب مبارك الحجرف يقول لا وزيرة الشؤون ولا هيئة القوى العاملة تقدر تحد من ارتفاع عدد الوافدين ولا تقدر تحاسبهم. هو تكلم ان وقف الملفات. نعم. طبعا انا يعني وجهه نظر احترم رايي الشخصي، لكن في الواقع مو صحيح الكلام هذا مع احترامي. احنا عندنا قانون مطبق على الكل ومسطره واحده بدون استثناء. نعم. كل شخص احنا نتعامل معه ملفات بدون اسماء. كل صاحب او كل شخص او كل صاحب ترخيص يخالف قانون العمل يتم تطبيق القانون عليه. ممتاز. بدون مجامله. كلام الأستاذ صفاء الهاشم عن موضوع بطالة الكويتيين وعمل الوافدين. إيه تكلمت عن العاطلين عن العمل. يعني شوف أول شيء يعني لازم نقول أن في عندنا وظائف الكويتيين ما يشتغلون فيها، مثلا الحراسة، الأمن، النظافة، يعني وهذيل ترى يعني يأخذون عدد كبير من الوافدين.
أما الوظائف الثانية اللي الكويتيين يبونها ترى في الغالب كويتيين هم اللي ماسكينها. يعني مثل روح الوزارات، روح عندنا احنا مثلا بالجامعة تشوف أعداد الكويتيين، يعني من زمان ترى من كم سنة الحين تغيرت الكويت وصارت الأولوية والدرجات، يعني بالنسبة لديوان الخدمة وكذا الدرجات كلها حق الكويتيين، يعني نسبة قليلة جدا تلاقيها حق الوافدين. فالكلام مردود عليه يعني. يعني 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 الكلام يؤخذ كذي وكأنه أوه فعلا احنا الكويتيين ملاقين وظائف لان العاملين الوافدين ماخذين وظائفنا. نعم. بس في الحقيقة الوظائف اللي قاعد ياخذها الوافد في الغالب هي الوظائف اللي ما يبيها الكويتي، غير جاذب الكويتي. ايه وغير عن كذي، يعني انا قريبه من الطلبه ومن الخريجين، انا اشوف عندي يعني بعض الخريجين مثل ما نقول يعني يتشرط، يعني ديوان الخدمه مثلا يقول لي عندك مكان في الوزاره الفلانيه، يقول لا بعد بنطر انا الا بالمكان الفلاني، وينطر سنه وسنتين ويقعد في بيتهم ولا ثلاث سنين لانه حاط عينه على مكان معين، فهم ما يبون يتوظفون وبس، هم لا هم يبون ويبي وظيفه بمعاش مرتفع بدوام اقل. ايه ومن يعني حق يتشرط ومن حق ومن حقه ومن حقه وخلي يختار، ولكن غلط ان احنا نقول ان الوافد قاعد ياخذ وظيفة مكان الكويتي. دكتور عايد، شو رايك بكلام الجماعه الاستاذ صفاء والدكتور مبارك والاستاذ رياض عتساني؟ يعني هي القضيه يعني انه والله الغير الكويتي اخذ عمل الكويتي، عطني عمل واحد يشتغله الوافد الكويتي ممكن يقوم فيه بدون إرادة الكويتي الآخر اللي هو المسؤول، يعني الأولوية قانونيا للكويتي. طيب ويمكن بعد الخليج صار وبعدين العربي والآخر. طيب إذا هذا الوافد يقوم بعمل أنت ما تقوم فيه، شو الإشكالية أنت ما تقوم بهذا العمل؟ نعم من حق الكويتي أنه يختار العمل الذي يناسبه بالمناسبة، هذا من حقه، انما ينتظر يطول. صحيح كل عيالنا الان قاعدين يتاخرون، يقعدون سنه واكثر الحقيقه خريجين مو لاقين شغل. هذه مشكله، صحيح مشكله، ترى مرات مو لان ينتظر الوظيفه المناسبه مو لاقي وظيفه الحقيقه، هذه مشكله. التخصصات اللي يدرسها فيها تخمه بالسوق ممكن. إيه؟ وهذا جانب، وجانب اخر ايضا الحقيقه يمكن ايضا ما دام الغير كويتي رخيص من حيث الجانب الدفع الراتب تقصد؟ اي الراتب يعني طبعا الراتب. إيه. زين زين زي صلحتنا معه. لا يراتب الراتب. إيه. البعض قد الحقيقة يعني يجد هذه فرصة انه والله قاعدين نشغل اثنين ثلاثة براتب واحد كويتي، بالنسبة للبعض هذه قد تمشي الحال، لكن حقيقة مفترض انه الاخوة في البرلمان وغيرهم يلاحقون هذه الامور، كونهم سلطة رقابية بمثل ما هم سلطة تشريعية، اللي شغل اللي يقوم فيه الكويتي مفترض انه ما يقوم فيه غير الكويتي. انا بس أسأل في مواضيع بسيطة. تفضل. صحيح الاعمال اليدوية، وانت الكويتيين قبل النفط كانوا منتجين الحقيقة ويقومون باعمالهم، كلهم يقومون باعمالهم، اليوم مسميات بمهن مختفية، الى وقت قريب يمكن السبعينيات وكذا كان حراسة المدارس من بعض المتقاعدين ومن بعض الناس الكبار اللي موجودين. زين طيب الآن تأتي لكم بشركات، هل الكويتيين غير موجودين؟ هل هم غير راغبين؟ والله بصراحة ما نعرف. هل يعني اللي كانوا قبل يحرسون المدارس زين وينهم؟ اختفوا قبل شيابنا وجماعتنا ومنعرفهم، يعني اللي زادت معاشاتهم، زادت معاشاتهم عشان كذي ما يحرسون المدارس. لا انت الحين ما هم شغلينه، لا جابوا ناس اخرين، يعني الثلاثة عن واحد من نعم. حيث الجانب الراتب شايف نعم. وقال لك انا شبيب الكويتي ودوخه راسه نعم. ويبي زيادة ويبي مدري ايش والى اخره، وتأخر وعندي عزيمة وعندي عرس وعندي قصة والى اخره. فهذه للأسف الشديد جوانب نعم. بس ما خليتنا نرد نعم. على عندنا الأستاذ عذراء. طبعا الفيديوهات انا ردي يعني بسيط جدا، ان احنا علينا يعني كجهات حكوميه ومجلس الامه ان يحدد ما يحتاجه سوق العمل الفعلي من الوافدين. اذا كان سوق العمل انتم كلجنه مختصه في مجلس الامه، انشئوا لكم لجنه تختص في دراسه اوضاع سوق العمل في دوله الكويت لبيان هل احنا محتاجين هالعماله الوافده بالكثره المطلوبه او لا، او ان احنا محتاجين ان احنا نعطي فرصة للكويتي. يعني مثل ما يقول الدكتور عايد الحين موضوع الحراسة، من قال لك ان الكويتيين ما يبي يشتغلون؟ اعطوهم المجال، في كثير من المتقاعدين يقول خلي يفتحوا لنا الباب ان احنا نشتغل مرة ثانية. كم ياخذ الحارس؟
ما يخالف حتى لو جمعيات تعاونية يا أخي خلهم يشتغلون أيضا. الحين إحنا قاعدين نشوف الكويتيين قاعد يشتغلون في الجمعيات التعاونية لأن حاملنا يعمل، وبعدين لا ننسى دعم العمالة قاعد تتقدم تشجيع لأصحاب العمل أن تخلي الموظفين الكويتيين ومعاهم دعم عمالة، فهي تقوم تعطيهم بنفس الراتب اللي قاعد يأخذه بالحكومة، لكن أن ما في تشجيع، ما في تشجيع أن الكويتي يعمل في العمل في القطاع الخاص، كذلك ما في إعطاء فرصة لهم لإثبات وجوده الكويتي داخل دولة الكويت، اعتمادنا لهذا الموضوع. فعلينا أن إحنا والله نسوي دراسة فعلية بعدد الاحتياج المطلوب للعدد العمالة الوافدة في سوق العمل في داخل الكويت. الأستاذ عبد الله المطاطح لا حق الرد، ولكن بعد الفاصل. فاصل مشاهدينا نواصل. أستاذ عبد الله، هل هناك دراسات كما تفضلت أستاذ عذراء رفاعي، أن هل هناك دراسات فعليا تحدد الحاجة لنسبة الوافدين في الكويت؟ طبعا أنا بس أذكر جزئية مهمة، يعني احنا المفروض نذكرها في البداية. مجلس الوزراء قام بتشكيل لجنة لدراسة الاختلاف في التركيبة السكانية، لجنة عليا. وكلف فيها معالي الوزير الأستاذ هند الصبيح، وكان لي شرف اني كنت عضو فيها مع عدد من الاخوان الزملاء في اغلب الجهات الدوله ذات العلاقه في هذه المواضيع. فكل جهه قدمت تصورها من جهتها في كيفيه معالجه هذه الاختلاله، سواء من خلال اعداد دراسه او اعداد قوانين لهذه الملاحظات اللي في الدراسات اللي الاختلال السكانيه. فتم رفعها لمجلس الوزراء واعتمد جزء منها والزم الجهات بدايه التنفيذ. يعني احنا عندنا، قلت لك احنا عدلنا على تغليظ العقوبات، حاليا بدينا في مشروع البرمافيرا، راح نبدا في مشروع ادخال التكنولوجيا في عماله اللي هي الحراسه، فهذه راح تخف. ومدن سكانيه هذه راح تكون لها مواقع خاصه فيها. فهذه كلها يعني بس الحل لمعالجه هذه المشكله هو ترى يتطلب مو عمل جهه واحده او وزاره واحده، كل الوزارات. فهذا الإجراء يعني محتاج عمل أكثر. نعم دكتورة شيخة، دكتور عايد والأستاذ عذراء يقولون أن الدولة ما تشجع الكويتيين للعمل في القطاع الحكومي في بعض المهن والقطاعات الأخرى، إيش رأيك مع كل هذه المغريات؟ يعني ما انا بالعكس، يعني انا اشوف ما اشوف في يعني مشكله على العمل. يمكن هم كان اعتراضهم على ان الحراسه، ان انا قلت مثل الكويتيين الحين او غيره، يعني من المهن اللي ما يقبل عليها الكويتيين بشكل عام، مثلا جمعيات، يعني الوظائف البسيطه. لا شوف، لاحظ احنا هم خلينا نفرق بين نوعيه اللي يبون يتوظفون. يعني تلاقي الشباب اللي مثلك مثلا ما يبي يشتغل حارس ولا يبي يشتغل كذا. زين انا عندي ماجستير اتوظف حارس هم ما يصير. بالضبط، حتى لو ما عندك ماجستير انت توك مقبل على الحياه، تبي تعيش وتبي كذا، اكيد تبي تشتغل بشيء يعني في برستيج مثلا. اما اللي كانوا يعني هم يقصدون برستيج وفي راتب، لان حارس اقل لك. اللي يقصدون اللي هم مثلا متقاعدين مثلا، ما حصلوا نصيب من التعليم، يعني او في الغالب متقاعدين، فمثلا يقبلون في الوظائف هذه. نعم. الثانويه، وانا اعتقد هذه متوافره، ما اشوف ان فيها يعني الدوله مشكلة. يعني مسخره كل السبل لان كل من يريد وظيفه يحصل عليها، لكن ما بالنهايه ما راح تجبر الناس على 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 التوظيف. بالضبط. ممتاز. متقاعدين يعني. نعم. الحين المتقاعدين ناس وفيهم صحه وما شاء الله. اللي في طيب ويرغب يا اخي انه يحسن وضعه، ليش انت ما تخليه يشتغل مثلا حراسة مدارس، مثلا سياقة، شغلات اللي ممكن تكون بسيطة وما حد يقبل عليها كثير من الكويتيين، وهي بالنسبة له تزيد راتبه، خليه يزيد راتبه، شو الغلط يعني؟ طيب يمكن المتقاعد هذا جسمانيا وصحيا يعني ما يقدر يقوم بهالمهام هذه؟ هذا موضوع آخر، أنت تسوي له فحص طبي، يعني أحد أنت الحين لما يتوظف واحد ما يصير يعمل له فحص طبي؟ يصير يعمل له فحص طبي؟ عمل له فحص طبي اذا هو يعني لائق صحيا خليه يشتغل. تعتقد يعني هذا الحل راح ينقف؟ لا لا يمكن يسوي نسبه صغيره. نعم. بس نعمه احسن من العدم. زين احسن بعدين تقول عذراء يسوون يشوهوا صورتنا عند العالم. لا لا انا يعني هذه القضيه الحقيقه. انت اليوم العالم له معايير، ترى لما يشوف انك انت تعطي واحد راتب بنفس العمل اللي يقوم فيه مواطن اقل يثور عليك ترى في جوانب معينه. انا اقول التالي، لو نساوي عمل غير الكويتيين بالكويتيين
اكثر الكويتيين يقعدون بالبيت. طبعا راح يعني راح تجيك العالم كله بهذا الجانب. عذراء مو عاجبها الكلام. طبعا ما يعجبها ومعاه حق لكن مو كل الجوانب. طيب. يعني انت الراتب يقرر للعمل ولا للشخص؟ يعني انت الحين دكتور تبي تعطي الوافد نفس معاش الكويتي؟ ليش ما تعطيه؟ معنا هالسؤال هذا. لا لا ليش ما تعطيه؟ الحين وصل معاشه عدى معاش الكويتي دكتور. يعني اذا قاعد يوصل راتبه 5000 دينار الكويتي ما ياخذ 5000، في نقود عندنا رواتب عاليه جدا. المستشار هذا بغض النظر عن المستشار في اعمال اخرى رواتبهم مو اقل من 1200، من اللي قاعد ياخذ الحين الكويتي قاعد ياخذ 1200 وغير التذاكر وغير السكن وغير السياره. يا دكتور لا انت الحين تتكلم الاغلبيه من العماله الوافده رواتبها متدنيه. هذه انا مثلا عامل بنشرتشي مثلا موظف حكومه. لا حتى البنشرتشي يشتغل يطلع ذهب. البنشرتشي هذا عمل خاص ما له شغل بالحكومه. يعني الحين بالحكومه نفسها بالحكومه مثلا موظف محاسب مثلا، يعني انا الحين بالدوله اعطي المحاسب الوافد مثلا نفس المحاسب الكويتي؟ لا اكيد امتيازات المعايير الدوليه. انت بتحاكيني عن وضعي، هذا موضوع اخر. المعايير الدولية تشوف انه انت طالما ما تساوي الناس بالرواتب ايضا انت ظالم، تهاجمك وتنتقدك. ان انت مثلا مثل ما واحد يستحق مخالفة وانت تقوم تسفر ايضا يحاسب تغليظ العقوبة. نعم المنظمات الدولية لها عيوب، لكن انا سؤالي وزارة الشؤون والجهات الرسمية ليش ما تذهب الى العالم تقول هذا قانوني وهذه انا امكانياتي اللي انا اعملها، تواجههم وتروح. طيب نشوف تعليق الاستاذ عذراء. المعايير الدولية اللي تكلم فيها عن موضوع الرواتب، ترى حتى انا اذا توظفت خارج الكويت ما راح احصل على نفس المعاش المواطن اللي في الدولة الاخرى بعملها. تكونين انقص من وحدة مكافئة لك او واحد مكافئ لك. هذا هو سياسة كل الدول، هذه سياسة كل الدول. انا لو اروح في شهادتي اتوظف في دولة انا قاعد اوظفها هني يمكن ما احصل ربع الراتب اللي قاعد. انت تحكي لي على انا ابي نتكلم حتى في دول اخرى. لا دول حقوق الانسان العالميه، بريطانيا فرنسا، تروحين توظفين تاخذ نفس المعاش؟ راح اخذ نفس معاش الكويتي اللي هني بس ما راح اخذ نفس معاشهم هناك. في فرق يا دكتور، في فرق في موضوع الرواتب. انت على بالك معايير دوليه تطبق في كل العالم على اساس ان انا لو بشتغل في دوله اخرى راح احصل نفس الراتب اللي حصله هو الشخص هناك صاحب المواطن؟ اي طبعا مختلف جدا. لا طبعا انت في الدول الغربيه كلها طيب. احنا التقييم للعمل وليس للشخص. طيب خلينا ناخذ مثل ما قال هذه الرواتب على كل دول العالم. كل دول العالم تفرق ما بين جنسية مواطنينها وبين الأشخاص الأجانب. نعم. على إحنا ليش مستهينين في الكويتي؟ الكويتي قاعد يثبت جدارته. خليه يقدم. إحنا في أيام الغزو من شال الكويت؟ من شال الكويت أيام الغزو غير الكويتيين؟ من اللي كان تكرمون يشيلون الزبالة؟ من اللي كان يقوم بالتنظيف؟ من اللي كان يقوم بالحراسة؟ من اللي كان يدافع عنا غير الكويتيين؟ أنتم مستهينين في يعني الجنس الكويتي ما شاء الله عليه قادر، بس أنتم عطوه الفرصة. من قال لك إن ما في كثير من النساء تطلب العمل في الحراسة؟ تقول افتحوا لنا المجال ان احنا نكون حراس في مدارس الحكوميه للبنات. ما عندهم مانع. زين ليش ما نستفيد من فئه البدون اللي موجودين في الكويت عددهم 400,000؟ هذول لهم الحق على الوافد انهم يشتغلون، تكون لهم معيشه كريمه داخل دوله الكويت. احنا مو ضد ان الوافد على حقوق؟ هل احنا مو ضد ان الوافد يكون في دوله الكويت، لكن الوافد اللي تحتاجه دوله الكويت انه يكون داخل دولة الكويت محتاجينه كوظيفة. نعم. هذا كله صح. الصح الأخير هو الصح. اللي احنا محتاجينه، لكن اللي محتاجينه لازم ياخذ راتب مناسب حسب الشغل اللي يقوم والله فيه. والله قاعد يعطونهم ممتاز. بس استاذ عبد الله رد بسيط اللي قاله استاذ دكتور عايد، انه هل انتم مناط فيكم هذا الامر ان تروحون للهيئات حقوق الانسان والهيئات العالمية تقولوا لهم والله هذا قانوننا؟ يعني اللي احنا نعامل فيه الوافدين او هذا امر؟ لا 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 احنا عندنا طبعا القانون المطبق هو قانون العمل الكويتي، وهذا قانون يعني مقر عن طريق مجلس الامه، فاصبح هو قانون له سياده. نعم. فحتى المنظمات الدوليه من ضمن الاتفاقيات الموقعه دوليا ان تحترم القوانين المعمول فيها في البلد. ممتاز. فحتى المنظمات الدوليه ما تقدر تتدخل في تطبيق القانون. ممتاز. الا اذا كان يخالف. انت موقع على الاتفاقيات الدوليه. نعم. والاتفاقيات الدوليه بما فيها قانون العمل الدولي يلزمك بانك تكون تساوي كل العاملين في الرواتب. لا لا هو كلام اخوي محمد انه هل انت تاخذ القانون وتروح
لا قصدي ان تقول لهم هذا قانون تواجه فيه ترد عليهم ترد عليهم تقول لهم والله احنا مو اسوأ هذا قانون. انا مع احترامي بس انا كلامي انا ايد اختي عذراء مع احترامي هذا الجهه اللي صنفتنا من هي الجهه وهل فعلا قامت بدراسات صحيحه يعني اللي بيقدم اللي بيصنف دوله عنده مفروض يعني استبيان ودراسات واحصائيات فمن يقول ان هذه الجهه صحيحه؟ يعني انا كان لقاء مع قبل يمكن سنتين مع احد السفراء يعني كان يستغرب يقول يعني ما معناه بالانجليزي يتكلم يعني انه ليش العمال الموجود يعني يقعد جيل ورا جيل بالكويت؟ قلت هذا دليل انه ما اخذ حقوقه وما اخذ وفعلا فيه استقرار فممكن اللي لاقيه في الكويت مو قاعد يلقاه في بلده فهذا هذا هذا الكلام كله يرد على الجهه اللي صنفت الكويت وانا ما اعتقد ان هذه يعني جهه صحيحه. نعم انا صراحه سعيد بهذا الحوار وهذا اللقاء الاستاذ عذراء الرفاعي والدكتور عايد المناع والاستاذ عبد الله مطاطح والدكتوره شيخ الجاسم شكرا لكم لوجودكم في استديو باب النقاش ومناقشه التركيبه السكانيه واثرها على المجتمع. لماذا ولماذا ولماذا؟ لماذا ننتظر المازق لنبحث عن حل؟ لماذا التواكل حتى نصل لعنق الزجاجة؟ لماذا تتكبد أو نتكبد سوء النتيجة لمعادلة غير عادلة؟ لماذا هذا التراخي والتواطؤ وسوء الإدارة والتسويف؟ كل لماذا جوابها سبب ما، عالج الأسباب لتنعم بالنتيجة. إلى اللقاء.